السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت، وطبعا هذا تاريخ يسجل، يشوفوا أجيال وتتطور اللعبة ويجون أساتذة ويجون مدربين جدد يواكبون التحديث. دائما راح يصير تحديث في اللعبة، يشوفون هذه ويعتبروها ترند للكرة اللي في الوقت الحالي. يعني أنا أقول التدريب التخصصي هو المفتاح الأول لتدريب اللاعبين، سواء تكوين أو منتخبات، لكن بالمنتخبات هو الأهم. يعني اللاعبين يتحركون من مراكزهم ويعملون في المناطق التي يعملون بها خلال اللعب. فالجناح والظهير أخطر حركة عندهم عندما الثنين يتحركون أحدهم للداخل كما سترى، والآخر الظهير للخارج أو بالعكس. انطبع عندهم الحركة المزدوجة للداخل ومن خلفه أوفرلابينج للخارج، ويبدلون المراكز، ويكون شغل المهاجمين شغل جيد. فهذا ما يخسرك شيء، وإنما يعطيك دافع قوي لتدريب اللاعبين من المكان اللي هم بيه بالتشكيل، من المناطق اللي هم يتحركون بيها. هذا الشيء جيد. وتعلم وتعلم وتعطي تكرار وتعطي تكرار إلى أن اللاعب يخرج من الساحة ويدخل مع فريق تكميل الوحدة التدريبية. لأن أنا أفضل هذا يكون إكسترا وورك، عمل إضافي، ويأخذ الوحدة التدريبية كاملة. فالتمرين يعني كالتالي: أريد تراقب حركة 3 و11 و7 و2، تراقبها مراقبة زينة. تبدي بالشكل الثالي: مناولة مناولة، هاي حط شواخص، حط أعلام، حط مانيكين، واثنين يهجمون، واحد يصوب واحد يتابع. 11 و3 يبدلون مراكزهم، 9 يرجع مكان، 10 إلى 7 إسناد إلى الجناح، 2 جناح غير حقيقي لكن يشتغل بالكرة الحديثة، 2 يهاجمون بس. بسيط يعني، ما نريد إحنا نخترع شيء جديد. أحسن كرة قدم بالعالم هي الكرة البسيطة. الآن نجرب الجناح 11 وعلى حافة منطقة جزاء 3 الظهير. من صفات الظهير الآن في الترند الحديث، من صفاته هو أنه يدخل إلى المنطقة المظللة أمام منطقة الجزاء ويصوب على المرمى. راح 2، هاي مناطق حاسمة، سجلت أهداف في كأس العالم من قبل هذين اللاعبين الظهيرين. الآن ندخل شيء يجعل أكثر واقعية، 10 يشارك من الجهة الأخرى، فيصير 3 عندنا، 3 لاعبين، كان لاعبين، لكن هذا المثلث مهم، ونكرر من الجهة الأخرى، ثم نعيد مع 2 و3 يصيرون أجنحة، وهكذا، ما نطيل بالرسم، فيكون تمرين من التمارين التخصصية الجيدة، لا منافس، لا دفاع، وإنما تنمية سرعة اللعب والبناء باتجاه الهدف بلاعبين من منطقة خط التماس، هم الظهير والجناح، فيصير اللعب على مستوى جيد، ويصير يعني ربما تقول هل ممكن نبدل 2 و3 ب6 و8؟ ممكن جدا، طبقا لمتطلبات الواجبات اللي اعطيتها انت للاعبين في تدريب تكتيك التشكيل، يعني شكل الفريق اللي تريده. فممكن أنه يندفعون على قوس الجزاء، ممكن أنه يبدلون 2 و3، ممكن كل شيء ممكن. أنا مؤمن بهذه الفعاليات إيمان قاطع بأنها من مصلحة الكرة ومن مصلحة اللاعبين. وعندما سألني أخ، وأنا يعرف ما عاد أتدخل في شؤون
الـ 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 الناس اللي يعملون يجب أن يحترمون وتصبر عليهم، ولأنهم هم عندهم فلسفة وعندهم، فلا تكون دائما أنت يعني محارب للكفاءة العراقية الإدارية، ولا تكن إداري محارب للكفاءة العراقية الفنية، لأنك لا تقبل التدخل في شؤونك الإدارية لإدارة المؤسسة الكروية. إذن يجب أن تحترم هذه القاعدة وتحترم المدربين المواطنين، وإلا سيكون هناك يعني إشكال في الفكر التدريبي والفكر التخطيطي الاستراتيجي عندنا في أي مكان من الدول العربية، ما أقصد بلد واحد. ما لا ترضاه لنفسك الآخرين ما يرضوا لنفسهم، فيجب أن تحترم هذه القاعدة. وإلا إذا أنت مراضي على المدربين الوطنيين بالتأكيد هم مراضين عليك، بالتأكيد يعني عملة ذات وجهين متشابهة، يعني متشابهين. وكن إداري ناجح، والإدارة ليست سهلة، إدارة المؤسسات الرياضية أصعب ما تكون. لماذا؟ لأنه هناك عدد هائل من المدربين في البلد، والسوق الكروي لا يتحمل تعيين الجميع، فتبقى مشكلة تواجه الإدارات في الاتحادات والأندية. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، طبقوا من السلسل هجومي وليس من نصف الساحة. أنا موفق المولى، صلى الله على سيدي ومولاي رسول الله الهادي الأمين، شفيعي وشفيعكم يوم الدين إن شاء الله. قولوا معي إن شاء الله. شكرا جزيلا.